مرحبا بكم في قناة تحفة يو. ابن سعيد النغزة يقع في المحظور ولن تصدق ما عثروا عنده، فكيف حاولت إخراجه من القضية بعد تورطهم في القضية ضد رئيس بونو ورموز الدولة؟ بداية، ابن سعيد النغزة بعد الكشف من مصادر صحفية عن تورطه في قضية تزوير والرشاوي معها التي تم جرها بسببها نحو القضاء والتحقيق والحراج، واتضح أيضا وفق نفس المصدر ذاته أنه كان المسؤول عن توزيع تلك الأموال على الموظفين والعديد من الأشخاص على ذمة الأخير ليزوروا حسب ذات المصادر من جهة، وكذا يملأوا الاستمارات خاصة موظفين معنيين بهذه العملية. فسعيد النغزة متهمة ومن معها بتخصيص تلك الأموال طائلة ليجمعوا لهم الاستمارات وتوقيعات كلها بطرق مشبوهة ومخالفة للقوانين والتعليمات المعمول بها في تجاوز صريح لسوء استغلال الوظيفة، وابنها حسبه مسؤول عن هذا الأمر بجانب الضربة الموجعة لسعيد النغزة وفريقها وكل المتهمين الذين بلغوا حوالي 80 معها. كما قال مراقبون أيضا أن الحديث عن تورط ابن سعيد النغزة في القضية من تزوير ورشاوي ومساهمة في التشويش على مسار الانتخابات ربما يفسر تصريحاتها السابقة التي هجمت فيها الرئيس عبد المجيد تبون وكل المسؤولين والدولة والشعب ككل حول أبنائها عندما توعدت الجميع وتوعدتهم بحرق وإشعال نار فوق رؤوسهم كنوع من التهديد الصارخ الذي حاولت واعتقدت أنه سيوقف تحرك العدالة نحوها وأبنائها. تمس شعرة من ولادي نار جهنم يشعلها فيهم، أنا ما يخلعونيش وما يخوفونيش. فور الرفض ملفها وإدراكها الآن أن أمر تزويرها ورشاوها انكشف، لهذا كانت لجأت لخيار التهديد وخلق الفوضى وإشعال البلاد، لكن مخططها سقط سريعا لأن الشعب الجزائري واعي وليس بالغبي لينقاد وراءها، فهي لا تمثل إلا نفسها وليس لها أي شعبية كما كانت تدعي، وتكذب بقولها أن شعبيتها أكبر من شعبية تبون وأي شخص آخر. ناهيك عن كونها كانت لجأت لتلك الخطة بالتهديدات التي وصفت بالمجازفة الغير مسبوقة لأنها كانت وجدت نفسها غير قادرة على مغادرة التراب الوطني، فور منعها من مغادرة التراب الوطني ومنعها من السفر وسحب جواز سفرها أيضا، ومباشرة تحقيقات فورية والقبض على كل المتورطين في القضية. مرة أخرى مع الرئيس بون وتهم وجهتها له وللحكومة غير مسبوقة، ولهذا السبب ستعمر طويلا في حبس الحراج وفشل مخططها. بداية، سعيد النغزة بعد كل الاتهامات الباطلة التي وجهتها للرئيس بون واتهامها له بالتصوير ثم اتهامه بكونه جاء بعصابة جديدة وأن بوتفليقة كان أحسن منه ودفعت عن رجال المال الفاسد المحبوسين الذين تمثلهم وتمثل تيار أثرياء لا تعجبهم سياسات بون الصارمة والمشددة لمنع الناب، وقطعت كل تلك الامتيازات الضخمة الكثيرة التي كانوا ينالوها على ظهر الشعب حتى بلوغها درجة توعد بالإفراج عن المفسدين المتهمين بنهب الخزينة العمومية. ولعل أخطر ما قالته مجددا في آخر خرجة مع كشف صحف محلية عن التحقيق الشامل معها وتهم ثقيلة تلاحقها تسكنها في حبس الحراج طويلا لتنقلب عليها طاولة بعد أن اتهمت الرئيس بون بالعصابة الجديدة وحتى دعاؤها المظلومية وأنها طائرة في وجه السلطات الحالية. ودعت سعيد النغزة أن لها شعبية ضخمة أكبر بكثير من شعبية الرئيس بون وأي شخص آخر، مدعية أنها ستفوز على الرئيس بون لو تم السماح لها بالترشح للانتخابات، بكذب غريب من الأخيرة لأن كل الشعب ضدها ولم يدعم ترشحها إطلاقا، حتى أن أغلب الاستمارات التي قدمتها فارغة لأن الشعب لم يمضي لها بل كانت مجرد مسخرة بينهم وطلبوا بحبسها على الفتن التي حاولت إشعالها بعد أن اتهموها بكونها دمية الدولة العميقة التي رموا بها للوجهة لمحاولة تشويه الرئيس والدولة وإشعال الجزائر، إما أن يقبلوا ترشحها أو تشعل الوضع هي ومن وراءها من الدولة العميقة حسب مراقبين، لتجدها تشعل فوق رأسها بعد أن حاولت إشعال وزعزعة استقرار الجزائر وتداول النشطاء مجددا بعد أن ادعت أنها كانت تناضل ضد بوتفليقة والنظام السابق وادعائها أنها كانت ضد المفسدين وكل سياسات الحكومات في عهد بوتفليقة، ليتم إظهار كذبها وتناقضها ونشر تصريحاتها التي كانت أعلنت فيها دعمها للعهدة الخامسة وكانت ابنة النظام السابق الفاسد وكانت تراحل الرئيس السابق الراحل وكل مسؤول والوزراء وتلمعهم وتلمع أبرز المفسدين وخصصا رجال المال الفاسد من رجال الأعمال المفسدين الذين بعضهم لا زالوا يتخفون وراءها ويرمونها لمواجهة الرئيس بون، خاصة وأن هناك أطراف تحب الاصطياد في الفوضى ونهب البلاد، لكن الردع الشعبي والرسمي من سلطات الانتخابات التي كشفت كذبها وأكدت أن الأخيرة لم تحقق أقل عدد من الاستمارات الموقعة من الشعب من بين كل من ترشحوا
وهو ما يؤكد أنها كذبة عندما قالت أن لها أكبر شعبية وغالبية لدى الشعب الجزائري، وهي التي تريد أن تحكم الجزائر بالقوة وبأي طريقة. لكن تعلم جيدا أن الفتنة والضجة التي تسببت فيها ستسكنها حبس الحراش، فيبدو أنها تعيش وهما كبير وستدرك وتستفيق من هذا الحلم. والتهور الغير مبرر والفتنة مع أول ليلة تقضيها في حبس الحراش وفق مراقبه، لأن التهم تتراكم عليها مع كل تصريح وخرجة تقوم بها، وحاليا نهاية حتمية. فمواطنون طلبوا بمعاقبتها عقاب شديد لتكون عبرة، وخاصة لأولئك الذين يلعبون على وتر الفتنة. أكثر شخصية غرابة مرشحة للانتخابات كانت هاربة تعود الآن وتهدد قرار رئيس سبون، وهكذا قدمت سعيد نغزة عهدا لعلي حداد وسيدهم السعيد وأويحيا وأصدقائهم بالخروج من السجون، بداية في مشاهد غريبة من تدخلات يصعب تفسيرها لسعيد نغزة من سذاجتها، خاصة مع تقديمها على المباشر وعدا لكل المحبوسين الذين ظل رئيس سبون. والعدالة الجزائرية تطاردهم لمن نهبوا خيرات الجزائر ووعدتهم. هذه سعيدة نغزة بالإفراج عنهم لو فازت بالانتخابات الرئاسية. فسعيدة نغزة أصلا كانت هربت خارج الوطن بعد تهجمها على الرئيس بون، والعدالة الجزائرية ككل وحاولت الإضرار باستقرار الوطن واستفزت الشعب وفق بعض الاتهامات من العديد من المواطنين، ليتفاجأ الجميع أنها عادت للوطن بل وأعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية بشكل غريب ومفاجئ وغير مفهوم، خاصة وأنها راحت تتحدى وتهاجم قرارات الرئيس بون والعدالة. فالأخيرة أصلا معروف عليها دفاعها عن رجال المال الفاسد المحبوسين في حراك 2019، الآن بدل أن تطرح رؤيتها مثلا لحل الأزمات في البلاد ومشروعها الرئاسي، راحت تقدم عهدا لأمثال طحكوت وحداد وسيدهم السعيد وأويحيا وكوننافع علمي وغيرهم الكثير، كل من نهبوا البلاد وهربوا خيرتها للخارج وحطموا الاقتصاد. وعدتهم جميعا بإخراجهم من السجون وأنها ستفرج عنهم لو فازت بالانتخابات. الأكثر سذاجة هي قولها أن السجون لمرتكبي الجرائم وليس لرجال المال الفاسد ونهب أموال الشعب، مدعية أن من نهبوا البلاد مكانهم الحرية مقابل أن يرجعوا تلك الأموال التي نهبوها، لأنه حسبها لفائدة من سجنهم والأموال لازالت معلقة، محاولة تجاهل أن العدالة الجزائرية استرجعت أموال ضخمة، مشددة على أنه وجب إخراجهم فورا واشتراط عليهم فقط إرجاع كل ما نهبوه، في حين تصريحاتها كارثية لأنه لو تم التعامل بهذا المبدأ مع المفسدين سيتجه الجميع نحو الفساد والنهب، لأنهم سيكونون محميون من المحاسبة وأقصى عقوبة، سيتجهون كلهم نحو الفساد والنهب لأنهم سيكونون محميون من المحاسبة وأقصى عقوبة، تطالهم حينها أن يرجعوا فقط بعض ما نهبوه في مستوى دنيء للتفكير الأخيرة. فمن ينهب الشعب مكانه السجن وإرجاع كل ما نهبوا مرغما عنه، وليس توسل لهم ليرجعوا بعض ما نهبوه. كما أن الأخيرة تهدد صورة الرئيس بون وتسيء لقراراته وقرارات العدالة الجزائرية، لأنها تشكك بهذه الخرجات في جدوى قرارات العدالة الجزائرية ومنهج الرئيس بون الصارم اتجاه كل المفسدين. هذا وطلب مواطن بإسكات ورد على الأخيرة ووضع حد لاستفزازتها وتمديها في الدفاع.